معركة هي الأقوى والأشجع والأوسع أهدافاً، تلك التي تجري اليوم في مدينة تعز عاصمة المحافظة وفي ريفها الكبير. جيش الجمهورية الوطني تسانده المقاومة الوطنية الشجاعة يخوضان معركة مصير تتركز حول مستقبل اليمن في ظل ما يجري من مساومات مشبوهة حول خيارات اليمنيين المتصلة بالثورة والجمهورية والدولة الاتحادية. من هذه المدينة التي يملأها دخان المعارك انطلقت معركة الحرية من ساحة الحرية عام 2011، واليوم تحولت المدينة وريفها إلى ساحة مواجهات لا تكاد تهدأ، عنوانها نكون أو لا نكون. انطلق أبطال الجيش والمقاومة من ثعابات ولم يتوقفوا بعد ذلك. القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات هدفان أساسيان، ومن ثم بقية المعسكرات التابعة للإنقلابيين في الحوبان إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز. يأتي ذلك بعد أن طهر هؤلاء الرجال الأوكار التقليدية للإنقلابيين ومنطقتهم الأمنية الخالصة بجنوب شرق المدينة، والتي تمتد عبر ثعابات والجحملية وصالة ومحيط القصر الجمهوري. وخلال الساعة الماضية من عمر المعركة استعاد الجيش والمقاومة المستشفى الجمهوري ومواقع عديدة، من بينها أول وكر للحوثيين في الجحملية، بالإضافة إلى سجون سرية عثر فيها على عدد من المعتقلين المدنيين. انتصارات ترددت أصداؤها في مديريات الصلو وحيثان وصبر، حيث جرى تحرير عدد مهم من المواقع ويجري تحرير ما تبقى منها. معركة بنفس جديد وإرادة أقوى من الحديد. الأسلحة المتوسطة في عهدة مقاتلين شجعان غيروا بها وجه المعركة وأسسوا للتصور الأصلب والأقرب للحل في اليمن الثورة في مواجهة الانقلاب.